انا فكرت في الموضوع لانه اهم شيء عصب الطاقه اليوم شو هو البترول. البترول جاب لنا مشاكل كثيره، جاب لنا الاحتباس الحراري، جاب لنا انبعاثات غاز تاثر به. ثاني شيء من ناحيه سياسيه مثلا اثر علينا، فكرت انه انا يعني اوجد شيء بديل للبترول. على المدى القريب هذا النموذج مهم جدا اللي منتجه، نموذج مهم جدا بيعطيك صوره اللي يعني احنا بنسميه بروتوتايب، نموذج مصغر عن النموذج الكبير. هذا النموذج المصغر ممكن في اي لحظه يتم تبنيه من اي شركه من اي مؤسسه تقوم على مضاعفه انتاج الطاقه على مستوى يعني على مستوى صناعي او على مستوى وطني او محلي لانتاج الطاقه اللي خلينا نقول اللي هي الكهربائيه بشكل اساسي. ممكن تطبيقه في فلسطين وعملها على باب واد يعني لتجميع المياه، يعني هو لا يحتاج الى كميات ميه كبيره جدا. برضه الاختراع يعني لا يحتاج الى بحر. مثلا بيقولوا بده بحر، لا ما بده بحر، بالزمش يعني ممكن نعمل برك ونظبط ونعمل خزانات وارتفاعات ونظبطها ونعمل الاختراع نطبقه. الاخ فاتح عبد الرحيم قدم ابتكار معين من تصميمه للمجلس الاعلى للابداع والتميز وحاز على براءة اختراع ودعم كامل من المجلس. طبعا التمويل بالكامل راح يكون من المجلس الاعلى للابداع والتميز، واحنا احتضاننا هون في الجامعة احتضان تقني، هدفنا انه ننفذ له مشروعه في مشاغلنا ومختبراتنا ونبني المشروع ونفحص فعاليته وانه قادر على انتاج الطاقة بالشكل اللي هو ارتقاوي. ممكن تكون فلسطين من احوج الناس لهذا المشروع بسبب اللي هو خلينا نقول يعني مصادر الطاقه المحدوده الموجوده عندنا، فهذا المشروع بيفتح افق ومجالات جديده انه ينتج الطاقه بدون حاجه لاستيراد من الخارج مصادر طاقه ولا بدون اعتماد على اي مصدر اخر تزودنا فيه الدول المجاوره. فبكمن الاهميه انه احنا ممكن نبني مشروعنا داخليا ونكون بانتاج الطاقه تلقائيا. طبعا أنا اهم شيء لازم الناس للحكومه انه نعم نستعمل، يعني مثلا ما نجيب كهرباء من مصر ولا نجيب كهرباء من اسرائيل، لا احنا بنعمل انه محطه وبنصير نتزود بالكهرباء في هذا الحال. طبعا هذا شيء مش الي لحالي يعني، هذا بدايه يعني انه احنا نتحرر من التبعيه الاقتصاديه لاي دوله.